تحديات كبيرة يطرحها عدد من الصحفيين العرب في فرنسا، ذلك في يوم الصحافة العالمي تحت مظلة اتحاد الكتاب والصحفيين العرب في أوروبا، لمناقشة العديد من المشكلات التي تواجه الإعلام العربي في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وتحت عنوان الإعلام المستقل والمهني الذي ينقل الحقيقة ويحترم القارئ، وعلى دور الصحفي في الدفاع عن حقوق شعبه والالتزام بالثوابت الوطنية، نظم اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا احتفالية باريس لحرية الصحافة. ضمن فعاليات يوم الصحافة العالمي شارك بها وحضرها حشد من الإعلاميين العرب ودبلوماسيين وكتاب وأدباء. أنا برأيي هذه المبادرة مهمة، يجب أن ندعمها، يجب أن نعمل كل جميعا لكي نصل إلى ما يسمى الكلمة الحرة، الكلمة العلمية الحرة، بمعنى أننا لا نريد أن نكون طرفا بأي نزاع، نريد فقط أن نعلم للناس وبالتحديد للقراء والذين يسمعون والذين يروا أن هذه المعلومة هي التي ستعطيهم الحق بالاختيارات لاحقا، وهذا المهم. رحم الله الزميلات والزملاء. تخلل الاحتفالية تكريم شهداء الكلمة من صحفيين قضوا في أداء واجبهم المهني، شهداء الإعلام أو الراحلين والمضطهدين لا سيما في مناطق النزاع. تم تكريم العديد من الشهداء الذين تم اغتيالهم بسنوات ماضية وسنوات حديثة، وكان هذا التكريم بمثابة يعني ترد اعتبار لهم ودفاعا عن حرية الصحافة والإعلام. الحديث عن واقع الإعلام في عدد من الدول العربية خاصة في مناطق النزاع، وأيضا ولهذه الثورة الرقمية التي تشهدها مختلف وسائل الإعلام التي حاولت أن تزاوج ما بين الإعلام التقليدي وما بين وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا التي أصبحت الآن تقريبا ما نقولش بديل ولكنها أصبحت منافس قوي للإعلام الثقيل، الإذاعة، التلفزيون وحتى الصحافة المكتوبة. أكد المجتمعون على أن حرية الصحافة تواجه تحديات وقيود في العديد من الدول، حيث تتعرض للرقابة والحظر والتضييق من قبل الحكومات أو القوى السياسية والاجتماعية، وقد يتعرض الصحفيون للاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو العنف بسبب عملهم. فادي الأصمعي، اليوم، باريس،